حيول اجل مغمرات يا حي. أصواتنا تتواصل أيها الحبل الكريم في هذا الصباح، وشوطنا السابع في مجموعة الأشواط القعدان المهجنات الأصايل تنطلق بحفظ من الله ورعايته. هكذا الانطلاق أيها الحبل الكريم في هذه اللحظات القعدان المحليات الأصايل. نعم، مقدمة الشوط والمركز الأول والصدارة شاهين محمد بن مبارك بن محمد الشعفوري العامري يتقدم مع المركز الأول في هذه الانطلاق وبهذا الأبداع المستمر، بينما المركز الثاني يأتي كذلك في هذه اللحظات اللي هو أيضا الحريثي وسعيد بن خويدم بن منيضره العامري يأتي كذلك بدوره مع المركز الثاني. شد الهم يا راع الصبور اللي بعدها تابع المركز الثالث شاهين بخيت بن مسلم بن بخيت بن طاس العامري خذ المركز الثالث. المركز الرابع تابع لي المركز الرابع وتدخل مع مشغل سعيد بن سليم العامري خذ المركز الرابع. المركز الخامس التقدم في هذه اللحظات وبهذه الإثارة. شوف تابع لي 17 المركز الخامس كان وصول وايضا دخول مع شاهين سعيد بن سهيل بن هاشل العامري. الله الله يا بن هاشل، وين ايامك يا بن هاشل، وين ايام سيح البريمي، يا سلامي على هذا التحدي. اشوف اتابع اللي بعده هذه الذلل أو هذه القعادين التي سارت في هذا المسار وبهذا الانطلاق المستمر ما شاء الله وتبارك الرحمن. شد الهم يا بن هاشل، شد الهم يا بن هاشل، والله أنها عيون تراقبك يا بن هاشل، يا سلامي عليه على هذا التحدي وعلى هذا الأبداع المستمر ما شاء الله وتبارك الرحمن. يا سلام يا سلام يا سلام، خير الأمور أوسطها يا بن هاشل. بقول لك هني إذا كان بغيت هذا الرأي زين زين هذا الرأي، يا سلام خلك على هذا الموال وعلى هذا الأبداع المستمر. يا سلام اللي بعد هناك تابع لي الصدارة وأيضا التقدم على رأس الحربة، وين راع الصبور هني، يا سلام يكافح والله هنه يكافح فيهم ما شاء الله وتبارك الرحمن. الله، لكن اللي غير هذا بالشعفوري، بالشعفوري غير الأمور في هذه اللحظات. 2 كيلومتر متبقية عن الوصول و3 كيلومترات انتهت،
انتهت 3 كيلومترات ومتبقي علينا 2 كيلومتر ما شاء الله. الشعفوري وابن طاسة يتقدمون في هذه اللحظات. المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات مع مشغل، وسعيد بن سليم العامري يقدم مشغل مع المركز الثالث في هذه اللحظات وبهذه التحديات. يا سلام عليك، وينك يا ابو خويدم؟ ابو خويدم يقول لي انا تريا بن هاشل بن هاشل بن هاشل بن هاشل، خلك على بن هاشل يا راعي الصبور. يا سلام عليه يا سلام عليه، انتبه له بن هاشل مع اللحظات الاخيره يظهر شيء 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 يسوي شيء. ما عليكم من هذه الرقده، ما عليكم من هذه الامور، الا مع اللحظات الاخيره بيظهر شيء من بن هاشل ما شاء الله. الله الله، وين وصلنا؟ الكيلو والنص المتر الأخير في هذه الانطلاقة وبهذه الإثارة المستمرة ما شاء الله. بدينا نقترب، وين ومن راعي المركز الأول؟ يا سلام، هناك بدي أغير، بدي أغير بن طاسة، بن طاسة مع المركز الأول في هذه الانطلاق. الله، شاهين أبخيت بن مسلم بن أبخيت بن طاسة العامري على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول في هذه اللحظات وبهذه الإثارة المستمرة. لكن بن سليم من الطرف الآخر مع مشغل، مشغل يا سلام، سعيد بن سليم بن علي العامري قدم مشغل مع المركز الثاني في هذا الانطلاق. المركز الثالث أتابع هذا الشعفوري، بالشعفوري كذلك بدوره مع المركز الثالث في هذه اللحظات وبهذه الإثارة المستمرة ما شاء الله. وهناك المركز الرابع والخامس، يا سلام، شوف الأسماء التي أيضا انضمت في هذا الانطلاق. لكن هناك خلونا مع أيضا بن سليم، مع بن سليم، مع بن سليم، روحوا بنا مع بن سليم. وتقدم بن سليم على المجموعة، يا سلام عليك، سعيد بن سليم بن علي العامري بقيادة سليم بن علي. يا سلام، ركز 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 يا ابو علي، ركز ركز يا ابو علي، تابع. لكن هني بن طاسة، بن طاسة مع المركز الثاني، بن طاسة مع المركز الثاني في هذه اللحظات وبهذه ايضا الإثارة المستمرة ما شاء الله. هذا مشغل، هذا مشغل مع المركز الاول، مشغل على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الاول في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق المستمر على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الاول ما شاء الله. سعيد بن سليم العامري يقدم مشغل، لكن بدأت الأمور في هذه اللحظات. وين بن هاشل؟ وصل بن هاشل، بدأ أيضا يسبب أيضا مشاهد الكرام المنافسة ويرفع راية التهديد. لكن بن سليم خلاص خلاص يبدو أن الشوط انحسم الشوط مع مشغل. سعيد بن سليم بن علي العامري، تهانينا وناموسة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار ولحظات الوصول إلى خط النهاية مع اللي هو مشغل. تهانينا ونامو سعيد بن سليم بن علي العامري. المركز الثاني عند بن طاسة، المركز الثالث هو الحبل الكريم عندك بن الشعفوري، المركز الرابع عند بن هاشل، والمركز الخامس كان وصول مع اللي هو حشيم ناصر بن محمد بن يابر الخيلي. أما اللي خذ المركز السادس هو الحبل الكريم في هذه اللحظات وبهذه التحديات. المركز السادس أيضا هني ننتظره وصوله وعبوره نحو خط النهاية. هذا التقدم أيها الحبل الكريم من خلال تواجد اللي هو الأبرق ومحمد بن سالم بن عنودة العامري، والذي خذ المركز السابع أيها الحبل الكريم يتقدم في هذه اللحظات اللي هو شاهين محمد بن حمد بن كردوس العامري، والمركز التاسع عندك راعي الصبور، والمركز العاشر كان وصوله أيها الحبل الكريم وتدخل من عالي سالم بن قنون بن مسلم بن حمرور العامري. وهذا المركز العاشر، نعم، هذا وصول والله أيها الحبل الكريم ودخوله كان أيضا الأسد وعيسى بن سعيد بن هدي بن بطي بن دميث هان الشامسي. هذه هي نتائجنا وتوقيتنا 7:52 من الثواني.